الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله نتكلم عن اكيوت بايونو نيفرايتس. بايونو يعني بلفس، نيفرو يعني كدني، رينال بلفس كدني، دي جزء في الكدني بيجمع اليورين ويمشيه لليوريتر. ايتست يعني انفلاميشن، اكيوت يعني معناه اكيوت اوكير رابيد او كويكلي. يبقى اكيوت بايونو نيفرايتس بيحصل بسرعه، غالبا بيبقى سببه بكتيريال انفكشن. اليورينري تراكت انفكشن، اي انفكشن بيحصل في اليورينري تراكت مي بي ابر، ودي بيبقى في الكيدني او اليوريتر، او لور بيبقى بلادر او يوريثرا. يبقى الاكيوت بايونو نيفرايتس از ابر يورينري يو تي اي. الاسندنج الاسباب بتاعته كان كوزد باي اسندنج انفكشن فروم انفكشن بتاع اللور يو تي اي. بيحصل اسندنج للميكروب على اليوريتر وبيعمل ابر يو تي اي. ايه الناس اللي ممكن يبقى ريسك فاكتور لكده؟ الفيميل، فيميل 6، 2 اللي هو السكشوال انتر كورس، 3 الاندويلنج كاستر، دايابيتس ميليتس، يورينري تراكت اوبستراكشن. دي از ريسك فاكتورز فور يو تي اي اللور لسبب ابر يو تي اي. اهم حاجة بقى اللي هو الفيزيكو يوريتريك ريفلكس اللي هو في يو ار. الفي يو ار دوت بيبقى فيه ريجيرج من اليورين من البلادر للكيدني. فيلير اوف فيزيكو يوريتريك اورفيس، بيبقى فيه صمام مخصص كده، صمام طبيعي بيمشي اليورين في اتجاه واحد من اليوريتر للبلادر. لما يحصل اوبستراكشن الصمام ده بيفقد، او بيبقى كونجينيتال برايمري كونجينيتال ديفكت، او بلادر اوتلت اوبستراكشن فبيرجع اليورين فوق. وبيحصل ستيشن او ستيز لليورين في البلادر فبيعمل مالتيبليكيشن للاورجانيزم وبيخرج ويطلع فوق يعمل ابر يو تي اي. الاسندنج انفكشن مشهور جدا، موست البكتيريا اللي بتعمله ليه كولاي والبروتيوس والانتيرو بيكتر، ودولت بيبقوا اصلا كومن ان باول فلورا. يبقى كونتامينشنز من الايه؟ من الباول فلورا. الهيموتوجينس انفكشن، وده بيحصل نتيجه الميكروب بيجي من الدم، ودي ليس كومن، وغالبا بيبقى كومبليكيشن، غالبا بيبقى كومبليكيشن للسبتسيميا او البكتريميا، او لو عندنا حاجه زي الانفكتيف اندوكاردايتس انفكشن في اي لايرز من لايرز اوف هارت. طبعا الميكروب المشهور اول اللي هو ستافيلوكوكس، والايكولاي برضك مشهوره في الهيموجينس. غالبا الاكيوت بايونو نيفرايتس بيبقى يوجوالي يونيلاترال. البكتيريا بتبقى في البيسيليوم، في عندنا تيوبيال بيسيليوم، وبتبقى في وايت بلاد سيلز بتيجي توجد كنيوتروفيلز نتيجه الرينال، بتبقى موجوده في الرينال انترستيتيوم، وبتنزل في التيوبيولز وبتيجي تبص تلاقيها في اليو تي اي او في اليورين اناليسيس بنلاقي بص سيلز او وايت بلاد سيلز. احيانا الوايت بلاد سيلز بتتجمع على بروتين تام هورس فول بروتين في التيوبيولز، ويتكون حاجه اسمها بينزل في اليورين حاجه اسمها وايت بلاد سيل كاستس، ودي كاركترايزد للاكيوت بايونو نيفرايتس. بتيجي نعمل سي بي سي نلاقي عندنا لوكوسايتوزيس، زياده الوايت بلاد سيلز في نتيجه الانفكشن. بيبقى عنده برضك حاجه اسمها سيمتوماتيك انفكشن ساينز سيمتومز زي الفيفر زي النوزيا زي فوميتنج زي الشيلز زي الفلانك بين ات ذا كوست فيرتيبرال انجل، وهذه الاعراض تميز ان هو ابر من لور يو تي اي. اللور يو تي اي ما بيبقاش معاه الاعراض دي غالبا. التريتمنت غالبا بيبقى انتبيوتيك وستينج هايدريتد، يشرب ميه كتير. احيانا بيحصل كومبليكيشن من الاكيوت بايونو نيفرايتس، غالبا بيبقى في رينال ابسس، وطبعا بيحتاج سيرجيكال درينج وبيحتاج كورس من انتبيوتيك. بيبقى ممكن يبقى ليه كرنت انفكشن، لو حصل يبقى تشك في اناتوميكال بروبلم في السايد دي. الكورونيك بايونو نيفرايتس بيؤدي الى بابيلاري نيكروزس، ودي بتبقى من علامات الباد برجنوزس، بيخلي الدنيا مش كويسه خالص. وشكرا جدا على هذا الموضوع العظيم.